Hi everyone, how are you doing, my student? I hope you are doing very well. As we said, success is a journey, not a destination. So النجاح هو رحلة وليست نقطة توصلها فقط. أنت تنجح وخلاص، لا، أنت هي سلسلة نجاحات. أوكي، زين. Isothermal reactor design، زين. شنو هو فرق الايزوثيرمال؟ يعني تي نوت تساوي تي، يعني ماكو تشينج التمبرتشر. هاي كل الشغله اللي بيها ايزوثيرمال رياكتر. بالنون ايزوثيرمال لا، اكو تفاعلات تعطي درجات حراره عاليه، هناك راح يصير عندنا الامثال بي تدخل، والدلتا اتش والتي والبريشر، كل شيء يدخل هناك. لكن هنا لا، لان متساويه في ايزوثيرمال رياكتر. فنمشي نفس الخطوات اللي اخذناها. وين اخذناها؟ بشابتر 2 فوغلر، اللي يتكلم عن الديزاين سي اس تي ار وغيره وغيره، هو تقريبا نفس الشيء. يعني راح نعيد هواي حكي، راح تشوفون. You're gonna see guys. So what we have in our continuous stirrer tank reactor. احنا هذا stirrer tank، هذا feed in، هذا feed out، وهذا X conversion، وهذا الفوليوم، وهذا الريت، هذا كل المفاعلات هاي تحتاج. Okay, a continuous stirrer tank reactor such as one shown here schematically. هذا اللي رسمناه، مثلا هذا liquid phase. طبعا من المول بالانس اللي هذا chapter 2، الفوليوم هو الفلو ريت ال N في conversion على rate of reaction exist الخارج. طبعا rate of reaction، الريت اوف رياكشن مثل ما اخذناه بالفصل الاول يعتمد على الكي، والكي تعتمد على التمبرتشر من الاريانس اكويشن، وهذا هنا اكو كونستريشن، والكونستريشن بي اوردر، وممكن زيرو اوردر، فيرست اوردر، سكند اوردر، ثيرد اوردر، وات ايفر. هذا كله اخذناه بالفصل الاول. انا بس احب اعيد بعض المواضيع حتى تبقى مكنك وياي. اوكي، which gives the volume necessary. احنا اذا نريد العدد احنا شنو نحسب هنا؟ اهم شيء عندنا what the volume. keep this in your mind to achieve conversion x. حتى نوصل للconversion اللي اريد، انا اريدك بالسؤال اكتب انا اريد تستخرج الفوليوم او تحسب الفوليوم مال هذا المفاعل من عندي conversion 90%. يلا راويني شطارتك انت بذاك الوقت. يقول دكتور صدق كذا، انا هسه اشتغله، هسه انا الريت اوف ريأكشن عندي، الكونستريشن عندي، الفيد عندي، و وات وي ار دوينج، احسب الار اي ونطلع الفوليوم. اذا كيتشي سبع من احكي وياك، مو تعرف تقلب بالاوراق وتقلب بالدفاتر، راسا تجاوب سبع اريدك. which gives the volume v necessary to achieve the conversion x as we saw in chapter 2 Fogler. كلش مهم. وسبيس تايم مهم، يعني شقد التفاعل يحتاج تايم، هذا هم مهم، اللي هو يعتمد بالاساس على الفوليوم. فانت يا شاطر اذا طلعت الفوليوم تقدر تحسب التايم. اوكي تمام، شلون؟ خلينا نشوف الريليشن شيب بتوين التايم وبتوين الفوليوم. زين، as a function of conversion we first، اولا حول ال f، هي واضحه هذا ال feed not volumetric flow rate في concentration، هذا مول على volume، والvolumetric flow rate هو volume على what second hour whatever، فيطلع مول على second، وهذا flow rate. زين، نجي نعوضها هنا، عوضها بدالها، حصلنا هاي. حتى اذا في اليوم اريد احسب، اقول لك احسب الفوليومتريك فلو ريت، تصير شاطر وذكي سمارت وتستخرجه من هذا القانون. اريدك سمارت، مو سمارت فون، سمارت برين. اوكي زين، and then divide. هسه هاي نقسمها كلها على وات في نوت،
إذا ال V على V not هاي volume، وال V not هو volume مثلا على second، هذا يروح ويا هذا الله وياك يضرب بس السكند. عوضنا هذا كله قسمناها بقت هذا. إذا أنا من أريد منك التايم تستخرجه من ها that's it. أكو بيها صعوبة؟ It's easy. Go ahead. Okay. Single. أعتقد okay. Very good. Single CSTR first order reaction. نجي الخطوات مالتنا. شلون نحسبها؟ نقرأ عليها؟ لا طبعا. أكو خطوات تمشي عليها. Rate law. هذا first order. Stoichiometry. Okay. Stoichiometry. هاي موجودة عندنا أخذناها chapter 2. التاو combined between them واللي عندنا تطلع التاو طبعا المول بالانس combined تاو وذا ريت لو and the concentration equation what we get this tau. نقدر نبسطها شوية نتحصل معادلة رقم واحد rearrange. إذا عندنا ريت لو stoichiometry combined rearrange evaluate. أكو بعد آخر شيء evaluate تحسب. Great, very good. CSTR relationship between space-time will converge in first order reaction. Space-time will زين. عوض هاي معادلة stoichiometry هم CA راح نحصل على هذا. تمام؟ هنا عندي relation مهمة between concentration الطالع الخارجي من المفاعل و and the residence time. شوف هاي جد مهمة جد مهمة. شوف هسا عندنا second order reaction. second order راح يختلف بعض الأمور البسيطة بال rate of reaction. for second order liquid phase reaction being carried out in CSTR the combination of the rate law and design equation will give me this. شوفوا rate of reaction هنا أنا b square b square. زين using our stoichiometric table تذكرون stoichiometric table chapter 2 فوغلار ال v equal v not started وهذا c a equal c a not واحد ناقص x ونعوض هاي بدالها مجرد تعويض ما سوينا شيء عوضنا مجرد rate of reaction change that's it. Everything is gonna be the same. Dividing by V naught حصلنا نفس ال equation تقريبا مع اختلاف بسيط بالمقام طلعنا التاو residence time. خوش زين. We solve equation 3 for the converging x. هسه مجرد ويدي طلع وات يعني اكو فد علاقة تكون بين a convergent وبين a concentration والك والتاو زين ستاين زين طلعها بهالشكل. طبعا هذا صار ماثماتيكلي يشتغل عليها من السكند اوردر نون لينير ايكويشن وقدر نطلع هاي الجذور لها الموجب والسالب والاكس يطلع له علاقه اللي هو الكونفرجن وذ السكند اوردر ويا الريزيدنس تايم والكونستريشن. هذا طبعا هنا التاو والكي والسي اي نوت كلها تساوي دي اي ديكور نمبر او بعض الاحيان يسموه ديكور نمبر او ديكور نمبر. اوكي شنو هذا ديكور نمبر؟ first order reaction the product is often referred to the as reaction ديكور or ديكور number دي اي 1 يسار طبعا هو which is dimensionless number that can give us a quick estimation. نقدر من هذا نعرف بسرعة يعطيني فد hint فد ملاحظة معينة يقول يا ترى converge that can be achieved in continuous flow reactor الدقري مالته هيجي هالقد رقمه هذا رقم الدقري رأسا يعطيني يعني ما يحتاج انا اقول لك هذا first order اقول لك انت find هذا شنو انت قس انت خمن هذا التفاعل first order or second order مين
من الديكور نمبر، من الديكور نمبر. تمام؟ اوكي. اذا هاي فائدته، فائدته بما انه هو دي اي تاو كي سي اي، زين يكون بدلالة هذا الريت اوف، هو طبعا هو عبارة عن what ratio of the rate of reaction of A to the rate of convection transport of A. ال FA not يعني transport evaluated at the entrance. اول بداية ال entrance of the what ال المفاعل. Very excellent. Let's see. So the Doeker number for first order irreversible reaction is طلعت بعد ما عوضنا هنا، ممكن نقوله بهالطريقة. For second order reaction بهالطريقة. Right. إذن وهذا الرينج مالته من 0.1 إلى 10. It's important to know that values of Doeker number DA give high and low convergence in continuous flow reaction. For irreversible reaction, a value of either equal 0.1 or less will usually give less than the convergence. أقل شوفوا إذا قيمته 0.1 convergence إليه كلش قليل، يعني هذا هم indication حلو لازم تعرفه. الفاليو اذا 10 اللي هي الماكسيمم اور جريتر ويل يوجوالي جيف جريتر ذان 90 كونفرجن. شوفوا شلون هاي هنت حلوه. كيب ذس ان يور مايند بليز، ذات از ذا رول اوف ذا. اوكي هذا اللي عندنا الرول اللي تمشي عليها، الكونسترينت او الليميتيشن اللي موجوده عندي. جريت اكسلنت زين. Question 1 اللي بيها التاو والconvergent نقدر نسويها بدلالة Doeker number، حصل على هاي كل شيء. زي احنا كل شيء سمدا نسوي، كل شيء ما ضفنا. اوكي شيء عوضناه ببطن شيء.